هذا العمل تبعي انا ومصري طحان، عمل اللي بيحكي عن القوه والجذور تبعت الابدة اللي بتعبر عن الصبر في الابدة والانفجار اللي هي شبه ميتة. وطبعا العمل انخلق بعد ما كثير مرات كنا في الابدة وحبينا نبحث النباتات تبعت الابدة ولقيناها ان اشبه بالموت، فحبينا نسوي المجسم هذا ونخلي الزائر يجاوب على السؤال تبع هل تسمو روح النباتات بعد التهجير. العمل اخذ لنا زي شهرين لكل الوقت اللي نفهم كيف بدنا نتعامل مع الصبر الناشف، وكمان الحجار اللي اي حجار ما نختار، كيف نعلق العمل، كيف يكون شكله. لما وصلنا للنتيجه اللي هي الزائر راح يكون بمرحله اللي هو جوا العمل وبيتفاعل مع العمل تمام ومع اسئله.